طيبتم وطابت أوقاتكم بكل خير أينما كنتم. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. أوضاع جيدة للمزارع في علي قدر. إشادة بمساهمة مشتل أكللت. مؤسسة عرارب للوطنية للأطراف المصنعة وحيل أعضائها. مقتل 153 شخصا في انفجار ناقلة بنزين في نيجيريا. السيسي يؤكد للعرب الجيل ضرورة تسييب جهود وقف إطلاق النار في غزة. بتعديل دستوري بيونغ يانغ تصنف كوريا الجنوبية دولة معادية. وصلت مشاريع التنمية الزراعية إلى مرحلة جيدة ممتدة من تسني وحتى علي قدر التي اعتمدت على مياه الأمطار التي رويت بالطرق مجرى المياه من الأودية. وأفاد منسق المشروع سيد داويت أبرها لوكالة الأنباء الإريترية إيران أنه قد تم زراعة 1558 ألف هكتار بالبقوليات المختلفة و1300 هكتار بالاستفادة الزراعية، وال258 المتبقية زرعت بمؤسسة القلال والمواشي الإريترية. وأضاف السيد داويت أن المزارعين الذين يعملون بالجمعيات التعاونية من أعضاء الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية وجمعية الإريتريين من معاقي الحرب أوضح تقديم مشهود وموصيا المزارعين على متابعة مزارعهم حتى الحصاد لتجنب أي ظاهرة تضرر المحاصيل. وأشاد مسؤول فرع جمعية معاقي الحرب بالمديرية السيد محمد نور علي السيد بالدعم الذي يقدمه المشروع لأعضاء الجمعية لرعايتهم اجتماعيا وماديا. ويشمل 278 من أعضاء الجمعية في مشروع حق الاستفادة الزراعية قبل 12 عاما، مما مكنهم من توفير محاصيل تلبي طلبات الأسواق القريبة فضلا عن اكتفائهم الذاتي من المحاصيل الزراعية. وأكد المزارعون مدى جاهزيتهم لحصد محاصيل وفيرة نتيجة موسم الأمطار الجيدة لهذا العام. أشاد السكان بمركز أكلالات للأبحاث الزراعية في مديرية قلوج لمساهمته في خلق فرص العمل ونقل المعرفة في الزراعة البيتية وتربية الحيوانات إلى جانب الأبحاث والتجارب الزراعية. وأوضح عضو المشتل القس يوهنس يوسيف أن المشتل يقوم بالأبحاث والتجارب في مجالات بحوث الموارد الطبيعية والهندسة الزراعية وتنمية ووقاية النباتات والثروة الحيوانية وتنمية الخضر والفاكهة. وذكرت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في المديرية السيدة مآزا كويتوم أن المرأة عامة والأسر المحتاجة خاصة المستفيدات الأساسيات من فرص العمل في المشتل، ويقدم لهن التدريب والدعم لضمان توفير الغذاء لأسرهن. وأوضح مدير إدارة ضاحية أكلالات السيد محمد خير والحاصلين على فرص العمل في المشتل أن مركز أبحاث الشتول في أكلالات يساهم كثيرا في تنمية البساتين وتربية الحيوانات. أعلن قسم الزراعة والأراضي في الإقليم الأوسط تعزيز برامج حماية التربة وحفظ المياه في الإقليم بمشاركة الشعب وإدارات والوزارات وقوات الدفاع والشركات والاتحادات الوطنية. وأوضح ممثل فرع حماية التربة وحفظ المياه في القسم المهندس مسفن برهانيل وكالة الأنباء الإريترية رنا أنه تم خلال الأشهر التسعة الماضية تنفيذ أعمال بناء وصيانة المدرجات الزراعية والحوضية والحواجز المائية والسدود والتشجير في قرى مديرية سرجاقة وبريخ وقلة نفحي في الأشهر التسعة الماضية. وذكر المساهمة الكبيرة لأنشطة النفير الشعبية لإصلاح مجاري المياه في قرى عدي قبرو وبارد وطعمعو والأعمال التي قام بها أعضاء قوات الدفاع في المنحدرات الشرقية عامة ومنطقتي بيت قرقش وسي دشي. وأوضح بأن بناء وصيانة المدرجات والحواجز المائية الزراعية ومواصلة بناء سد عد كي وعد حوشة وإجراء دراسات لبدء بناء سد طعرشي وإجراء دراسات لبدء تطوير الري بالطاقة الشمسية في ثلاثة قرى هي من بين الخطط الرئيسية للعام 2024.
عقد القائم بأعمال السفارة الإريترية في الولايات المتحدة الأمريكية سيد برهان جبريهواسي منارا يوم 13 من أكتوبر حول رهن الأوضاع في البلاد ودور المواطنين، ودعا المواطنين عامة والقوى الاجتماعية خاصة لتقوية التنظيم وتعزيز المساهمة والمشاركة الواعية التي تتطلبها المرحلة. من جانبه دعا رئيس مجلس الإريتريين الأمريكيين الدكتور جداهون أباي منح الاهتمام الكبير لتنشئة جيدة للأجيال الشباب في النضال الوطني والمجتمعي. من جهة أخرى نظم الإريتريون المقيمون في شيكاغو الأمريكية منافسات رياضية هدفت لبناء الشباب الروح الرياضية والقيم الإريترية وتعزيز العلاقة فيما بينهم. وأفادت الأنباء الواردة بأن البرنامج كان ناجحا للمشاركة الواسعة من كلا الجنسين ودعم الأسر والجالية. خرجت مؤسسة عرارب الوطنية لصناعة الأطراف اليوم 17 من أكتوبر 32 من العاملين بها من 11 منهم من العاملات بالتعاون مع شركة السكن للبناء ومؤسسة سنبل للنجار والحدادة بدورات مهنية مختلفة امتدت لعام واحد. وأفاد المدير التنفيذي لمؤسسة عرارب أنه قد تم تدريب 15 منهن بتقنية الأطراف البديلة وتسع منهن بالحدادة والثمان المتبقيات بالنجارة، مؤكدا تمكن المؤسسة من الاكتفاء بذاتها في صناعة الدراجات المعاقين وغيرها بإمكانياتها الداخلية، إلى جانب تأسيس مركز تدريب في ذات المجالات بالتعاون مع وزارة التعليم في تجهيز المناهج وتدريب، وخرجت 3 دورات حتى الآن. وأوصت وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية سيدة لؤلؤ القبراب التي حضرت المناسبة المتدربين للعمل بجد في تطوير ما اكتسبوه من مهارات وتأهيل مهني. تأسست مؤسسة عرارب الوطنية لصناعة الأطراف المصطنعة في عام 1987 في فترة النضال التحرري، وتعمل المؤسسة تحت رعاية وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الوقت الراهن. فاصل قصير ونعود والأخبار على الصعيد العالمي. قالت الشرطة النيجيرية أن حصيلة ضحايا انفجار ناقلة بنزين بشمال نيجيريا ارتفعت إلى 153 قتيلا. وأوضح المتحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية أن نحو 100 شخص بينهم أطفال أصيبوا في الانفجار الذي وقع في بلة ماي وبعضهم حالته خطيرة، وانحرف صهريج وغول لتجنب الاصطدام بشاحنة في بلة ماي التي تقع على مسافة 100 كيلومتر عن شمال شرق مدينة كونو الكبيرة في شمال نيجيريا. وبعد الحادثة تجمع السكان حول المركبة حيث حاول جمع الوقود الذي انسكب، بحسب ناطق باسم الشرطة الذي أشار إلى أن عناصر الشرطة واجهوا صعوبة في إيقافهم. وفي وقت سابق قال آدم أن عدد الضحايا الكبير وقع بسبب انفجار ناقلة البنزين بعد فترة قصيرة من وقوع الحادث. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ضرورة وقف التصعيد لتجنب حرب إقليمية شاملة. وحذر السيسي من أن الحرب الإقليمية قد تترك تداعيات خطيرة على أمن ومقدرات دول المنطقة. وأكد السيسي لوزير خارجية إيران عباس عراقجي ضرورة تكثيف جهود وقف إطلاق النار في غزة ولبنان ووقف الانتهاكات والاعتداءات في الضفة الغربية. وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصري أحمد فهمي ذكر أن اللقاء ركز على استعراض التطورات الجارية بالمنطقة. من جانبه أعرب الوزير الإيراني عن تقدير بلاده للجهود المصرية المستمرة لتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة، مشيدا بالدور المصري في ذلك الصدد على جميع المسارات. أعلنت كوريا الشمالية أنها تصنف جارتها الجنوبية على أنها دولة معادية، وذلك عقب التعديل الأخير الذي أدخل على دستورها. وجاء هذا الإعلان بعد يومين من قيام بيونغ يانغ بتفجير البنى التحتية المشتركة للطرق والسكك الحديدية التي كانت تربط بين الكوريتين. وتعد هذه الخطوة تصعيدا جديدا من قبل كوريا الشمالية في تعزيز التوترات مع الجنوب، ما يزيد من احتمالية وقوع صراعات في المنطقة الحدودية المتوترة. ومع ذلك
من غير المتوقع أن تشن كوريا الشمالية هجمات واسعة النطاق نظرا لتفوق القوات الأمريكية والكورية الجنوبية عسكريا. قالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن زلزال بقوة 5.9 درجات ضرب منطقة ملاطي شرق البلاد. وذكرت أفاد أن الزلزال وقع على عمق 10.7 كيلومتر، وأشارت إلى أن مركز الزلزال قضاء قلعة في ملاطية التي سبق أن ضربها الزلزال العنيف في 6 فبراير عام 2023، وأسفر عن سقوط أكثر من 53 قتيلا في تركيا ونحو 6000 في سوريا المجاورة. أما مركز رصد الزلزال الأوروبي المتوسط فأفاد بأن قوة الزلزال الذي ضرب شرق تركيا بلغ 6.1 درجات، وأضاف أن الزلزال كان على عمق 9 كيلومترات تحت سطح البحر. ولم ترد تقارير تحت سطح الأرض ولم ترد تقارير أولية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية في كل من تركيا وسوريا جراء الزلزال. تذكير بالعناوين مرة أخرى: أوضاع جيدة للمزارع في علي قدر، إشادة بمساهمة مشتل أكلالات، المؤسسة العرب الوطنية للأطراف المصنعة تؤهل أعضائها، مقتل 153 شخصا في انفجار ناقلة بنزين في نيجيريا، السيسي يؤكد العرقجي ضرورة تكثيف جهود وقف إطلاق النار في غزة، بتعديل دستوري بيونغ يانغ تصنف كوريا الجنوبية دولة معادية. وصلنا إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.